وفي مجال التشغيل، سمحت السياسة الحازمة التي انتهجت الحكومة خلال السنة المصرمة بخلق أو إتاحة أكثر من 20,000 وظيفة دائمة، متجاوزة بذلك التوقعات والالتزامات التي تم التعهد بها في هذا المجال على مدى المأمورية الحالية لفخامة رئيس الجمهورية، تتوزع كالتالي: أكثر من 6,000 وظيفة في مجال التعليم، 1,140 وظيفة في الإدارة العامة، 1,440 وظيفة مباشرة في إطار برنامج أولويات موسع، 1,500 فرصة عمل في إطار برنامج مشروعي مستقبلي، 2,000 فرصة عمل في مجالات النقل والمخابز والفنادق في إطار اتفاقية موقعة مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، 6,000 فرصة عمل خلقها برنامج التمويل الصغير الريفي في إطار برنامج أولويات الموسع، 2,000 مستفيد من برنامج مهنتي، إضافة إلى 45,000 فرصة عمل تم خلقها عبر أنشطة استخراج الحرفي للذهب. وستشهد العملية الثانية من مشروع مستقبلي تمويل ومواكبة 1,000 مؤسسة متوسطة وصغيرة وخلق 3,000 فرصة عمل مباشرة وتكوين 700 مستفيد، إضافة إلى إنشاء صندوق لترقية المقاولات وصندوق خاص بالتشغيل. وبالتوازي مع ذلك، ستشرع الحكومة في تنفيذ إصلاح الوكالة الوطنية لترقية التشغيل الشباب من أجل تشجيع ريادة الأعمال وترقية الوظائف المنتجة وذات الجودة، وتعزيز المساواة في النفاذ إلى الشغل، والحد من التفاوتات في التشغيل بين المناطق، ومضاعفة مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل.